أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. التربية تسمح لطلبة الثالث المتوسط المكملين بثلاثة دروس أداء امتحان الدور الثاني. الحبس ثلاثة أشهر بحق الملقبة بجكسارة. أصدر القضاء العراقي حكما بالحبس ثلاثة أشهر بحق المتهمة بالمحتوى الهابط والملقبة بجكسارة بقيمة 25 مليون دينار. الرافدين يعلنوا آلية التقديم على قروض المشاريع الصغيرة. أعلن مصرف الرافدين أن التقديم على قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون دينار يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن قروض المشاريع الصغيرة تشمل أصحاب المهن والمحال التجارية والحرفيين وصغار التجار والمتقاعدين وأصحاب المهن الأخرى، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة 6% بالقسط المتناقصة ومدة تسديد القرض 6 سنوات ومن ضمنها 3 أشهر فترة إمهال. المالية النيابية تحدد موعد دخول بنود الموازنة حيز التنفيذ. أكدت اللجنة المالية النيابية أن قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية تتولى مراقبة عمليات الصرف. وقال عضو اللجنة محمد نوري أن تعليمات الموازنة وصلت حاليا إلى مجلس شورى الدولة، وأن الموازنة ستأخذ طريقها إلى التنفيذ في غضون الأيام القليلة القادمة. وأوضح أن البرلمان سيكون أمام مسؤولية مهمة، وهي الرقابة على الأداء التنفيذي لمتابعة حركة الأموال والمشاريع والعمل على إدامة الخدمات. وأشار إلى أن اللجان النيابية المعنية ستتابع ملف العقود وأصحاب الأجر اليومية، وكذلك جميع الدرجات الوظيفية التي أقرها مجلس النواب ضمن قانون الموازنة. بعد ارتفاعه الجنوني أمس، الدولار ينخفض بأكثر من 2000 دينار بالعراق. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية: أسعار البيع 157,750 دينار لكل 100 دولار، أسعار الشراء 155,750 دينار لكل 100 دولار. وسجلت أسعار صرف الدولار يوم أمس الأربعاء 460,000 دينار لكل 100 دولار، وذلك يعد للمرة الأولى منذ إقرار الموازنة الثلاثية. استبعاد القادرين على العمل، إجراءات حكومية جديدة تخص شبكة الحماية الاجتماعية. شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراءات إبعاد القادرين على العمل من المشمولين برواتب وإعانات شبكة الحماية، وإدخالهم ببرامج تدريبية بهدف منحهم قروضا لإنشاء مشاريعهم الخاصة. وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس إن وزارته أكملت جميع استعداداتها لاستقبال وتدريب من هم في سن العمل ومن القادرين عليه، وتقديم استشارات ودراسة المشاريع المقدمة ومتابعتها من خلال برنامج حاضنات الأعمال بهدف إنجاح المشروع من المستفيدين من شبكة الإعانات. وبيّن أن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من القادرين على العمل سيتم شمولهم ببرامج التدريب وزجهم بسوق العمل بعد منحهم قروضا، والتي سيباشر بها حال نشر تعليماتها بالجريدة الرسمية، معلنا عزم الوزارة منح قروض لنحو 20,000 مشروع خلال 2023 بقيمة 20 إلى 50 مليون دينار. إحباط إحراق مرقد ديني شهير في النجف. أفاد مصدر أمني باعتقال شخص حاول إبرام النيران في مرقد ديني في محافظة النجف. وقال المصدر إن الشخص المعتقل حاول إحراق مرقد مسلم بن عقيل عندما رمى متعمدا قطعة سيجارة مشتعلة داخل شباك الضريحة. أضاف أنه تم نقل المعتقل إلى مركز احتجاز خاص للتحقيق معه. ويعتبر مرقد مسلم بن عقيل عليه السلام المرقد الثاني بعد مرقد الإمام علي عليه السلام أهمية في مدينة النجف.
قراءة متشائمة، أزمة الدولار مستمرة في العراق، خبير اقتصادي يتوقع استمرار أزمة الدولار بسبب تجارة العراق مع إيران المفروض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هل وصلت ضوابط تظليل المركبات إلى المرور؟ المتحدث باسمها يوضح. أكدت مديرية المرور العامة استعدادها لتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تظليل المركبات، وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العام زياد القيسي إن ضوابط تظليل المركبات الذي أعلن على هامش بيان المجلس الوزاري للأمن الوطني لم يصل إلى المديرية، مبينا أن أوامر المجلس ووزير الداخلية واجبة التنفيذ، لكننا ننتظر الضوابط، وتابع أن ضوابط تظليل المركبات لم تصل إلينا، وفي حال وصولها بناء على توجيهات وزير الداخلية سنقوم بإيضاح تفاصيل التظليل والفئات المشمولة به. وفي وقت سابق وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني على ضوابط تظليل زجاج العجلات من خلال لجنة مشكلة في وزارة الداخلية وضعت آلية التظليل ونسبته والأشخاص المسموح لهم بهذا الأمر، بالإضافة إلى عدد العجلات المسموح بتظليلها، ويشمل ذلك المواطنين أيضا. الصادر يحرم الاستعراضات العسكرية لتياره بثمانية تعليمات جديدة. أولا، لبس الأكفان للرجال فقط. ثانيا، التزام الوقار والحزن. ثالثا، الانضباط بالتنظيم. رابعا، التعاون مع القوات الأمنية والقائمين على الحرمين في كربلاء. خامسا، الالتزام بالشعارات الحسينية وعدم رفع أي راية غير رايات أهل البيت عليهم السلام وعلم العراق. سادسا، عدم الاحتكاك مع أي جهة كانت. سابعا، الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح ممنوع بل حرام. ثامنا، انضباطكم وإعدادكم يغيظ أعداء الإصلاح، فكونوا للمذهب ولآل الصدر زيننا ولا تكونوا عليهم شيئا.